قصيدة زيديني عشقا التي غناها الفنان كاظم الساهر هي للشاعر نزار قباني، سعيد عقل، الأخطل الصغير عمر أبو ريشة. الإجابة رقم واحد نزار قباني. تعرف القصيدة؟ نعم. غنيها لشو؟ زيديني عشقا زيد. يا أحلى، أحلى نوبات جنوني. نوبات جنوني. جنوني نعم. زيديني نزار قباني. جواب صح. اللي أبدع فيها. نعم كاظم الساهر. كاظم الساهر. السؤال الثاني. ماذا يسمى لاعب رفع الأثقال؟ السباح، الجذاف، المقاتل، الرباع. الإجابة رقم أربعة الرباع. رباع. رباع. إيه يعني جواب صح طبعا. سؤال ثالث. قارئة الفنجان أغنية للمطرب محمد عبدو، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، وديع الصافي. الإجابة رقم اثنين عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. نعم. كمان رائعة. نعم رائعة جدا. نعم نزار في حياتي نزار القباني. نعم أيضا نزار القباني. الجواب صح. صار معك 500,000. هلأ السؤال الرابع يساوي مليون. ما هو علم السوسيولوجيا؟ علم الأجناس، علم الأرصاد الجوية، علم الاجتماع، علم الفلك. نعم. سوسيولوجيا. سوسيولوجيا. سوسيولوجي. سوسيولوجي مثل ما بدك بالانجليزي بالفرنسي. نعم. استبعد. شو بتستبعد؟ استبعد علم الفلك. علم الفلك. طيب بعدين. و علم الاجناس. طيب وبعدين؟ نعم يبقى علم الاجتماع وعلم الارصاد الجويه. ايه يعني انا اشك في علم الاجتماع. بتشك او بدك تجاوب؟ شوف. ايه نعم يعني نعم علم الاجتماع. علم الاجتماع. نعم بتجاوب علم الاجتماع. علم الاجتماع. علم الاجتماع. يعني جواب نهائيا ان شاء الله. يعني معقول يكون علم الأرصاد الجوية؟ لا. ها شو شيء له علاقة بالجو وكذا؟ معقول السوسيولوجي؟ لا. نعم. علم الاجتماع. نعم. سوسايتي. سوسيولوجي. نعم. علم الاجتماع. جواب صح. شكرا استاذ. دكتور. نعم. يعني تمام. حلها شوي، فكفك حالك شوي. إن شاء الله. إيه إيه خليك ركز. هلا صار معك مليون دينار، دخلت بالمرحلة تاني. نعم. كل وسائل المساعدة بعد موجودة. نعم. بهالمرحلة الثانية وما فوق بتصير تختار فئة من الفئات. نعم. في 9 فئات. نعم. قبل كل سؤال بنعطيك فئتين تختار فئة. نعم. أوكي. أوكي. يلا تفضل اختار فئة. نعم. أمثال أو فن؟ نعم أمثال. أمثال. نعم. نعطي سؤال بالأمثال قيمته مليونين. مثل يضرب للبليد الذي لا يفهم. ودع البزون شحمة. يقرأ وما يدرى. حار جوا الخيار. مرقة الجيران طيبة. الإجابة رقم اثنين يقرأ وما يدرى. يقرأ وما يدرى. نعم. نهائي. نهائي إن شاء الله. طيب الحار شو الخيار؟ شو معناته؟ ما صراحة. ما بتعرف شو معناته؟ لا لا يعني ما عندي فكرة أنا. ودع البزون شحمة. يعني أنت تؤمن شيء عن شخص و
يعني غير ثقة هذا الشخص. هذا ودع البزون شحمة. نعم شحمة. ومرقة الجيران طيبة، مرقة يعني طبعا الأكل أكلنا. يقرأ وما يدرى صح.